السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد إخواني أخواتي، فهد عاشوراء كيكثروا بعض أعمال ديال السحر والشعوذة من طرف بعض المشركين، ومن بعد من طرف بعض الناس الله يهديهم، نطلبوا لهم الهداية من الله عز وجل، اللي كيديروا بعض الأسحار من بينهم سحر المحبة اللي ما يسمى بالتيوالة، اللي هو عبارة عن شرويطة، عن مكونات ديال السحر كيكونوا الشرويطة والصورة، وكيديروها في تعريجة بحال هاد التعارج هادو اللي غنبينو لكم، بحال هاد التعارج هادو كيديروا فيهم الشرويطة وبعض الأمور اللي ما يمكنش لينا حنا نذكروها باش ما ياخذوهاش بعض الناس باش يبداو يمارسوا هاد الأعمال الشيطانية. وفي هاد الأيام هادي كيكون تجديد ديال السحر، والمشركين عزيز عليهم هاد الأيام هادي ديال عاشوراء وديال هاد الأعياد الدينية كيف ما كنقولوا للمناسبات، لأن هاد المناسبات كيكونوا كيكرهوهم الشياطين الجن كيكرهوهم. اسمح لي الا سولتك دابا نتوما فهاد الحياه دابا اللي حنا فيها، مرحبا، كيكون عندكم اقبال كبير بالنسبه للناس، بالنسبه لكم نتوما دابا رقاش دابا بالنسبه للناس المرضى كيجيهم بحال هاد الايام هادي كدوز عليهم، كيتزاد عليهم هذاك المرض، فهمتي، كيتزاد عليهم الحال، كيتزاد عليهم الله يجازيك بخير، كيتزاد عليهم هذوك الاعراض كيتزادوا عليهم، فهمتي علاش كيتزادوا عليهم؟ حيت الشيطان بحال كيطغى عليهم في الجسد ديالهم، فهمتي، في هذه الايام هذه حيت كيكون التجديد ديال الاسحار، فرق زعما بالايام العاديه وبين هذه في هذه المناسبات بزاف كيخاف هذو في هذه المناسبه، لا ماشي كيخاف على راسو، في هذه المناسبات الاعراض كيتزادوا بحال ما كيزيدوا فهمتي، كيتزاد الاعراض ديال، كاينين بزاف ديال الامور اللي كيقوموا بها في الايام هذه كما ذكرت وقلت لكم. من بين هذه الامور هي السحر في التعريجه كيديروا فيها بعض الامور اللي شركيه اللي ما يمكنش لينا حنا نذكروها باش ما نساعدوش على انتشار هاد الافه هادي. وعلاش كيديروا مثلا هاد الحوايج؟ من بين تقدر المراه دير الراجله، تقدر شي وحده دير الخليل ديالها باش زعما يجي يتزوج بها، وما عندهم هاد الاعتقادات اللي خاويه، وما ما عندهمش هذاك 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 بان الله هو الذي ينفع هو الذي يضر، ولو اجتمعت الإنس والجن على أن ينفعوك بشيء ما ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وكذلك في الضر، وإن اجتمعت الإنس والجن على أن يضروك بشيء ما يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك. أخي يعني ربما علاش الحوايج هذوك يقومون بهم أغلبية النساء؟ النساء أخويا حيتاش من بين حيتاش النساء هما شنقول لك هما بحال قلتي يعني هما هاد الامور هادو كيف ما كيقوموا بها النساء كيقوموا بها حتى الرجال، الرجال حتى هما كتلقى شي واحد حاسد شي واحد كيمشي كيسحر ليه، كذلك النساء، يعني ماشي هاد الامر هذا مقتصر غير على النساء ولا غير على النساء كيكون عندهم واحد الاقبال، حتى هما فهمتي النساء عندهم واحد العاطفه واحد الطيبوبه، باغا تزوج دغيا، باغا ما كديرش اعتقاد ديالها في الله عز وجل، فهمتي، دايره اعتقاد ديالها بان داك السيد صافي باغا تاخذو صافي، ولا كان داك السيد ما فيهش خير الله ما مقدرش ليها فهداك السيد باش تاخذو، كيمشيو كيديروا نقولوا ونقدروا نقولوا ما كتصبرش على رزقها، الله يجازيك بخير، كيمشيو كيديروا بعض الامور اللي شركيه، كتمشي عند الساحر وداك الساحر كون يعلمو هذاك الشيء اللي كيديروا هذوك السحره باش كيوليو سحره، هذو السحره الحقيقيين الا كانوا سحره، كون يعلمو داك الشيء اللي كيديروا هذوك السحره باش يوليو سحره، ما تدورش هذيك المراه بجهتهم، ما تدورش بجهتهم حيتاش كيديروا بعض الامور اللي لا حول ولا قوه قرب المواطن، يعني المواطن غيبغي يعرف شنو هما الامور، ولكن ما خصناش نذكروا حتى حنا كل شيء باش بنادم باش مي الله يجازيك بخير، يعني كتشد نيس القران كيدنسوا القران كيقدروا يمشيوا لواحد الخلوه كيكونوا في خلوه واحد المده كي يقول لهم هذاك الشيطان كي واحد الخلوه ديال 40 يوم ولا ديال على حساب الوقت كيكونوا على جنابه، كاينين بعض الامور اخرين كيديروهم اللي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بحال الامور يعني كنسمعوا يعني ربما الشرويطه كنسمعوا يعني هذه الامور هذه يعني حول من بين هاد الشرويطه هذه هي اللي منتشره في هذا الوقت هذا بالذات، كيديروها كيديروا معها بعض الامور كيلوحوها، كاينين اللي كيلوحوها
في الشعاله في ليله في ليله الشعاله كيلوحوها في الشعاله باش هذاك هذاك بحال كنقولوا هذاك اللي دايري اللي هذا السحر كيزيد كيهيج. ومن بين الاعراض ديال هذا السحر ديال ديال المحبه اللي هو الشرويطه السحر المحبه اللي كيديروا فيه الشرويطه من بين الاعراض ديالهم هو كيولي كيفكر في هذاك الانسان اللي دارت ليه داك السحر كيولي كيفكر فيها غير هي كيولي عنده واحد الرغبه باش باش يمشي يمارس معها الجنس فهمتي الجنس كي يبغي يمارسه معها غير هي عنده واحد الرغبه باش يبقى يفكر فيها ليلا ليلا ونهارا كيف ما كيقول. ودابا بعد دابا هذا الشيء شنو هو الاسباب ديال هذا الشيء هو البعد عن الله عز وجل هو بنادم ما كيعلقش قلبه بالله عز وجل ما كي ما معلقش قلبه بالله بان الخير والشر بيد الله عز وجل بنادم معلق قلبه بامور شيطانيه بالسحر بالشياطين بهذاك الانسان خصني نتزوج به صافي ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بالنسبه خويا كاينين بعد الناس بعد النساء اللي كيزيد كيتزاد عليهم الحال فد عاشوراء كتزاد عليهم الحال فد عاشوراء بحال واحد المراه واحد الحاله كانت جات عندي مسكينه كتوصل 3 ايام قبل عاشوراء 3 ايام كتوصل نهار السادس والسابع والثامن قالت لك كترون كنترون قالت لك ما كنبقى لا ناكل لا نشرب لا قالت لك والحاله النفسانيه ديالك تدهور و ما كاش بقى راش قال لا على ماكله لا على والو والله المستعان وصافي. قالت لك ديما في هاد الوقت هذا بالذات كيوقع لها هاد الشيء والحمد لله تبعنا مع العلاج ومن بعد الحصص ديال الرقيه تبين بانها كان عندها سحر و هي نقدروا نقولوا كما كنقولوا كيكون تجديد دابا في هاد الوقيته هذا بالذات كيكون تجديد ديال الاسحار دابا السحاره كيجدوا الاسحار فهمتي بحال دابا السحر حتى هو راه عنده واحد الوقيته محدوده كيوصل لواحد الوقت كيجدوه فهمتي كيجدوه في واحد الوقت والنصيحه اللي كنوجهوا للناس هي يمشيوا يلتجئوا الله عز وجل يمشيوا يلتجئوا الله عز وجل ويمشيوا يلتجئوا للصلاه ويتقربوا لله. وبالنسبه للمرضى حتى هما كنوجهوا لهم نصيحه باش يمشيوا يلتجئوا الله ما يديروش اعتقادهم في الراقي حيت الراقي كيكون غير سبب. مازال الا مشيتي انت التجئتي الله ودعيتي الله بصدق ونطتي في الثلث الاخير من الليل ملي كيكون الدعوات مستجابه ودعيتي الله بصدق وحيت الشيطان الا خفتي منه كيتسلط عليك الشيطان دائما يتسلط عليك الا خفتي منه الشيطان بحال الكلب الا هربتي منه كيتبعك ديما خصك تكون قوي. والناس المرضى كنوجه لهم هذه النصيحه هذه ويديروا اعتقادهم في الله عز وجل ماشي يسمعوا اي راقي في واحد البلاصه فلان فلانيه تقدر هي تكون غاده شاده الطريق وشاده ضاربه واحد 500 كيلومتر ملي كتمشي عند هذاك الراقي كيقرا عليها مده واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق كيقول لها خرجي يعني هي غاده دايره اعتقادها في هذاك الراقي ما دايرهش اعتقادها في الله. شنو واش بغيتي توصل الرساله لهذوك المشعوذين والمشعوذات اللي كنقول لهم اتقوا الله في الناس اتقوا الله راه اتقوا الله راه هما في الشرك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك من اتى كهانا او ساحرا او كهانا فصدقه فكانما كفر بما انزل على محمد. ونطلبوا لهم الهدايه من عند الله عز وجل. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.